اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة. ورد في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليه السلام كتب إلى ولده الإمام الحسن صلوات الله عليهما في وصيته العظيمة والمشهورة عند انصرافه من صفين: واعلم يقينا أنك لن تبلغ أملك ولن تعدو أجلك، وأنك في سبيل من كان قبلك، فخفض في الطلب وأجمل في المكتسب، فإنه رب طلب قد جر إلى حرب، فليس كل طالب بمرزوق ولا كل مجمل بمحروم. هذه الوصية معظمها تخص الكمالات النفسانية عند الإنسان. هذه الوصية العظيمة التي يقول الإمام سلام الله عليه فيها لولده الإمام الحسن: ووجدتك بعضي، بل وجدتك كلي. يبين فيها اتحاد الوالد بولده. ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي هذا، فكتبت إليك كتابي هذا مستظهرا به. الاستظهار يعني الاستعانة، يعني مستعينا به، مستعينا بالكلمات التي كتبتها في هذا الكتاب، مستظهرا به: إن أنا بقيت لك أو فنيت. هذه العبائر إن شاء الله تعالى أمر عليها، أفصلها بالتفصيل الدقيق. الولد قرة عين للأبوين، كما تعلم وجود الولد يملأ البيت غبطة ونعيم، ولذلك قال له الإمام سلام الله عليه: ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، إلى آخر الكلمات التي ذكرتها. قطعا ولا شك، كما يقول الشارح المعتزلي، أن هذه الوصية ليست لشخص الإمام الحسن صلوات الله عليه، وإنما تخص جنس البشر أجمع، يعني من كل والد إلى ولده. من ضمن الوصية الكلمات التي ذكرتها في صدر البحث قائلا: واعلم يا بني أنك لن تبلغ أملك. الآمال يعني التمنيات، لن تستعمل لنفي الأبد. الإمام صلوات الله عليه عالم بما كل ما في الوجود، ولا يوجد نتوء إلا وعالجه الإمام صلوات الله عليه. اقرأ في نهج البلاغة وشوف المعالجات. الآمال هي التمنيات. الإمام صلوات الله عليه يقول للإمام الحسن: واعلم يقينا، يعني علما قاطعا لا شك فيه، أنك يا ولدي لن تبلغ أملك. ليش؟ الإنسان لم يبلغ الآمال التي يتمناها. شنو السبب؟ لأن عمر الإنسان محدود، الآمال كثيرة،
وعمر الإنسان محدود، والمظروفات ما يمكن تكون أكثر من الظرف. خلي أقرب لك الصورة أكثر. مثلا إناء يحمل 5 لترات، هذا ظرف، ظرف إناء ظرف، ما ممكن تجيب بيه 20 لترة تدير بيه، ما تكفي، المظروفات أكثر من الظرف. كذلك عمر الإنسان محدود وتمنياته كثيرة، وهو نفس البقاء في الدنيا محال. الآمال يراد لها بقاء في الدنيا. عود الإنسان إذا أدركها، ولعله ما يدركها لأنه آماله كثيرة، يبحث الإنسان عن الكمال ولا يجده. فعمر الإنسان محدود والآمال كثيرة، فلن يدرك الإنسان آماله، وهذا في حق الممكن من الممتنع، كما قال أحد الشارحين لنهج البلاغة. أخواني، وما تتصورون شقد طول الأمل مذموم. استفد واحد يسأل يقول أنا أتأمل أن يكون ابني طبيب، لما لا؟ وين المشكلة يعني؟ هو نفس الإنسان يتمنى يتأمل أن يكون عنده بيت فارغ، لما لا؟ طول الأمل مذموم، مو الأمل. الإمام سلام الله عليه أيضا في نهج البلاغة يقول: أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم 2، اتباع الهوى وطول الأمل. ما قال الأمل، طول الأمل. هذا الإنسان اللي يقعد يعمل عمل عامل لدنيا كأنما يريد يعيش 10 ملايين سنة، لا يستطيع ذلك، عمره محدود، عمره محدود. فلا يمكن كما قال صلوات الله عليه لولده أن يدرك آماله. واعلم يقينا أنك يا ولدي لن تبلغ أملك. الأمل من الموبقات الكبيرة إذا أصيب بها الإنسان. يعيش صاحب الأمل بالحسرات والآهات والمعاناة والمعضلات، لأنه يبحث عن كل شيء وما يحصل الأشياء اللي يبحث عنها. وحري على الإنسان أن يقتنع. الإمام صلوات الله عليه أيضا يقول في نهج البلاغة: القناعة مال لا ينفد. الإنسان لما يكون قنوع هو هذا المال الحقيقي الذي لا ينفد، لا ينتهي. أما إدراك كل آماله ما يقدر، لن لنفي الأبد كما أسلفت. فالإنسان لا يستطيع أن يحقق جميع آماله وأمنياته، فحري به أن يقنع بما قسم الله له، وإلا يعيش بين تلك الصراعات والآهات التي قد تودي بموته لانشغاله بها. فلان عند جبل ما الذهب يريد الثاني، هذا المذموم. ولذلك قالوا الأمل نوعين، أكو نوع مشروع أنا أتأمل أن أكون طبيب، وأكو نوع غير مشروع، عندي 5 بيوت أريد تصبح 10 بيوت، وصارت 10 بيوت أريد 20، عندي باخرة أريد تصير 10 بواخر، وهكذا. واعلم يقينا أنك لن تبلغ أملك. فاصل قصير وللحديث تتمة.
أهلا وسهلا بكم في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة. واعلم يقينا أنك لن تبلغ أملك. وبينت من بعد ذلك يقول له بأبي وأمي ولن تعدو أجلك. أيضا هذه لن لنفي الأبد. تعدو يعني تتجاوز، أجلك يعني موتك. الموت لا والدا يبقي ولا ولدا. هذا السبيل ألا ألا ترى أحدا. هذا النبي ولم يخلد لأمته، ولو خلد الله قوما قبله خلدا. للموت فينا سهام غير خاطئة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا. الموت معظم خطب نهج البلاغة. لا تخلو من الموت. ونحن أبعد شيء عن الموت، يقول الإمام صلوات الله عليه في نهج البلاغة، كأن الموت فيها على غيرنا كتب، على غيرنا كأنما الموت مكتوب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الذي نرى من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون، يعني مسافرون، سفر يعني مسافر، سفر يعني مسافرون عما قليل إلينا راجعون. هم راحوا، ذهبوا، انتقلوا إلى عالم لا يستطيع أحدهم الرجوع إلى الدنيا، خلاص. ونحن نشك في ذلك الأمر، بينما نحن نرى يوميا الأموات يساق بهم إلى أجداثهم، الأجداث يعني القبور. ورد عن الإمام علي سلام الله عليه يقول في غير نهج البلاغة: ما رأيت يقينا، يقينا يكثر الشك فيه مثل الموت. هو شقد يقين، لكن شقد احنا نشك بي، كما أسلفت، كأن الموت فيها على غيرنا كتب. الموت الحقيقة التي يجب أن يواجهها الإنسان. أنت شايف البنت اللي عمرها 16 عام تقف أمام المرآة، خدودها الأسيلة، عيونها النجلاء، شعرها الفاره، بعد عايشة في كنف أبويها وعشيرتها وأخوالها وأعمامها، ويجي الموت كما يقول الإمام صلوات الله عليه في نهج البلاغة، هل تحس به إذا دخل منزلا؟ أم هل تراه إذا توفى أحدا؟ اقرأ في نهج البلاغة، كما قلت لك معظم خطب نهج البلاغة لا تخلو من ذكر الموت. يا موت ما أقساك من نازل، تنزل للمار على رغمه، تستلب الحسناء من خدرها، وتأخذ الواحد من أمه. فيجب على الإنسان ملاحظة ما يؤول إليه. الإمام صلوات الله عليه يقول في نهج البلاغة: لكل امرئ عاقبة حلوة أو مرة. شو يقصد الإمام بأبي وأمي؟ يقصد يجب أن يلاحظ الإنسان ما هو فيه حتى تكون عاقبته حلوة لا مرة. وأنت تعلم إذا مات الإنسان تقوم قيامته عند الموت، نعم، إما من أصحاب الميمنة وإما من أصحاب المشأمة.
فالموت الحقيقة التي يجب أن يواجهها الإنسان في حياته قبل موته. موتوا قبل أن تموتوا، موتوا قبل أن تموتوا، وإلا فالإنسان يكون في هذه الدنيا ضائعا تائها لا يعرف على ماذا يقدم. فيجب ملاحظة الإنسان على ما سيقدم عليه، خير أم شر. فيجب ملاحظة التقوى، الخوف من الله، الورع. وشنو الورع؟ الورع الخوف من الله تعالى. يجب على الإنسان اجتناب الظلم، يجب على الإنسان اجتناب النميمة، يجب على الإنسان الاجتناب من الأمور اللي تودي إلى هلاكه في الدنيا قبل الآخرة. حساب اللي يكون بالدنيا يهون على الإنسان، يسهل على الإنسان، لكن ما بعد اليوم كما يقول الإمام سلام الله عليه في نهج البلاغة، اليوم عمل بلا حساب. اليوم اعمل بدون حساب، تب إلى الله، ظالم لك واحد روح له رضي، مختاب لك واحد روح له قل له أنا اخطأت بحقك. اتقي الله تعالى بحديث غيرك، لا تتكلم فوق ولا جوا ما سمعت، لا تشمل. هذه الأمور يجب على الإنسان ملاحظتها حتى لما يأتي الموت تكون عاقبته حلوة وليس مرة. وقلت لك الإمام صلوات الله عليه يقول لكل امرئ عاقبة حلوة أو مرة. واعلم يقينا أنك لن تبلغ أملك ولن تعدو أجلك. إذا جاء الأجل ما تتعدى، إذا جت ساعتك ما تتعدى. الموت حق على كل إنسان، الكل يموت. وأنا أسلفت لك أن النبي صلى الله عليه وآله لحق بالرفيق الأعلى، خرج من هذه الدنيا كما قلت، هذا النبي ولم يخلد لأمته، ولو خلد الله قوما قبله خلد. إذن الكل يموت، فيجب على الإنسان ملاحظة هذا الأمر، ويجب على الإنسان أن يواجه هذه الحقيقة المرة التي تحل به، ولا ينساق إلى عواطفه الدنيوية، ولا ينساق إلى الظلم، ولا ينساق إلى الجبروت والطغيان والتعدي، لا، بل يجب أن يكون في الدنيا قنوعا بما قسم الله تعالى له. يجب على الإنسان أن يكون في الدنيا مؤدبا، يجب على الإنسان أن يكون في الدنيا عفيفا، يجب على الإنسان أن يكون في الدنيا عنده حياء، هذا الحياء العظيم. الحياء إذا ملك الإنسان الحياء يحمل جميع الصفات الحميدة، فتكون عاقبة هذا الإنسان عاقبة حلوة وليست مرة. عشت مدة من الحياة، وهاي الحياة اللي عشتها عرفت بيها الدنيا زين وحللتها وجربتها، شفت هاي الدنيا عبرة تقضي وتروح بوقتها، وأنا شفت نفسي بخطر مثل الذي ماشي ببحر وظليت أحسب بالدهر، شنو الأعمال اللي خذتها؟ يقول يا علي ومن أهلي لما أيست صديت لك تالي،
لعد أموالي وحلالي وصحتي ويا مالي وحلالي، أنا جمعتك بماي الوجه وبسهر الليالي ياما وياما طاردت وحللت بيك وحرمت، ليش بمثل هذا الوقت تعوفني ولا تنظر الحالي؟ يقول جاوبني من عندي شفن قصولك جديد، شابعت شتريد هاليوم لا ينفع أموال ولا قصر عالي، مني يا حيدر يا أمير المؤمنين، مني يا حيدر بالحشر لو راد وأعمال يمك الآمال، حب الولاية بالقيامة تصير أعمالي. عموما الإنسان يرد إلى هذه الحقيقة المرة، ومن كان لا يطئ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد، من كان بينك في التراب وبينه شبران كان بغاية البعد، لو بعثرت للناس أطباق الثرى لما يعرف المولى من العبد. على أمل اللقاء في برنامجكم شذرات من نهج البلاغة لتكملة العبائر الأخر التي ذكرتها لكم، والسلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته.